بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. لما فرغ من الأركان الثلاثة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة، أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا في كتب العقائد، لم يذكره هنا بناء على أن له كتبا خاصة لأهمية هذا الركن، فإنه خص بكتب خاصة. وشأن الفقيه أن يذكر العبادات: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه العبادات. وهو ذكر الصلاة والزكاة وانتقل إلى القسم الثالث أو الركن الثالث، وهو الركن الرابع، وهو الصيام، والمراد صيام شهر رمضان، وكذلك صيام التطوع. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الكلام مثلا يسمى صياما، كما أمر الله سبحانه مريم أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني عن الكلام. وكذلك الإمساك عن المشي، فالواقف يسمى صائما، أي عن الحركة المشي، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. وقوله خيل صيام يعني ممسكات عن المشي، مربوطات. ومنه قول امرئ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي، بمعلقته في مصامها، يعني كأن الثريا واقفة ما تتحرك ولا تمشي من طول الليل عليه، من طول الليل عليه، حتى كأن الثريا مربوطة بأمراس من الكتان لا تتحرك. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات بنية، هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا، ولا بد أن يكون معه نية. أما لو أمسك عن الأكل والشرب والمفطرات بدون نية فهذا يسمى صياما في اللغة، لكن لا يسمى صياما في الشرع، لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا الأطباء إذا أرادوا أن يحللوا للشخص يقولون له: تصوم، يعني لا تأكل ولا تشرب حتى يؤخذ التحليل، يقولون له صم، يعني صيام لغوي ما هو صيام شرعي. والصيام هو صيام شهر رمضان، هو أحد أركان الإسلام، هو الركن الرابع، قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان، صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قبلها قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض
معنى كتب يعني فرض، فرض عليكم الصيام. ومن السنة أحاديث كثيرة يذكر بعضها المؤلف في هذا الباب. والإجماع منعقد، إجماع ضروري، إجماع ضروري على فرضية صيام شهر رمضان. فمن أنكر الفرضية وقال إن الصيام اختياري، صيام شهر رمضان اختياري، من شاء صام ومن لم يشاء فإنه لا يصوم، فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام. أما من ترك الصيام تكاسلا مع اعترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر، ولكن يلزم بالصيام ويعزر على ترك الصيام تعزيرا بليغا، ويؤمر بقضاء ما أفطره، لأنه ركن من أركان الإسلام، مثل إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة، كذلك إذا ترك الصيام متكاسلا لا جاحدا فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويلزم بالصيام ويعزر إذا أفطر بغير عذر، يعزر بما يردعه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، كأن يقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط أصوم قبل رمضان، أخشى أن يكون هل الهلال ولم يرى، أو أخشى أن الهلال يظهر الليلة ولكنه ما رؤي فيصوم من باب الاحتياط يوم أو يومين. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن هذا زيادة في العبادة، زيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا يكون من الغلو، يكون من الغلو في دين الله عز وجل. وبداية الصيام لها علامة يأتي ذكرها في الحديث الذي بعده، فما لم تظهر هذه العلامة فإن المسلم لا يصوم، ولا يقول هذا من باب الاحتياط أو هذا زيادة خير أو ما أشبه ذلك، لأن هذا زيادة على العبادة، والزيادة مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي كان يصوم تطوعاً، كان يصوم تطوعاً، هذا مثلاً وافق يوم، كان هو يصوم يوم الاثنين والخميس، وافق قبل رمضان بيوم أنه يوم الخميس أو يوم الاثنين، فيصومه من أجل عادته لا على أنه من رمضان، هذا لا بأس. أو إنسان صام شعبان، لأن صيام شهر شعبان هذا سنة، إلا أنه لا يكمله وإنما يصوم أغلبه. ولو فرضنا أنه كان يصوم من شعبان تطوعاً فلا مانع أنه يصوم قبل رمضان تطوعاً يوم أو يومين استمراراً في صيامه المعتاد، ولم ينوي أنه احتياط لرمضان. وكذلك من عليه صوم نذر وافق قبل رمضان بيوم ويومين، أو عليه صوم كفارة وصام قبل رمضان بيوم أو يومين للكفارة، فلا مانع،
فالحاصل أنه إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين لا على أنه تقدم لرمضان فلا بأس، سواء كان هذا الصوم واجبا كالكفارة أو النذر أو كان تطوعا لا حرج عليه في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل له صوم يصومه، يعني أنه لم يقصد بصومه قبل رمضان التقدم على رمضان، وإنما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الزيادة في العبادات، الزيادة في العبادات عن الحد المشروع، أنه لا يجوز أن يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية، وإنما تؤدى العبادة على الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: دل الحديث على إباحة الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يقصد تقدم رمضان، وإنما يصوم على ما كان قد اعتاده من صوم التطوع أو من صوم الكفارة أو النذر، لا بأس بذلك ولا يدخل هذا في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، لما نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة التي يعرف بها دخول الشهر ويجب عندها الصيام، وهي علامة واضحة ولله الحمد يعرفها الناس. وهكذا العبادات كلها معلقة بعلامات واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والبدوي وفي كل زمان. علامة دخول شهر رمضان رؤية الهلال: لا تصوموا حتى تروه، يعني الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الصيام والإفطار بالرؤية، دل على أنه إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وإذا رؤي هلال شوال وجب الإفطار. هذه واحدة من العلامات. ومعنى حتى تروه ليس معناه حتى تروه كلكم، بل إذا رآه واحد من المسلمين، إذا رآه واحد من المسلمين وهو عدل فإنه يقبل خبره، كما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بالصيام بناء على رؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي مرة أخرى أمر الناس بالصيام بناء على رؤية الأعرابي الذي جاء وأخبره أنه رأى الهلال. فالمراد بحتى تروه يعني يراه واحد عدل من المسلمين، فإذا رآه واحد لزم الناس كلهم الصوم، لا أن المراد حتى تروه يعني يراه جماعة أو تروه كلكم. هذا يبينه ما ذكرناه من الأحاديث الأخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤية واحد من المسلمين، خلافاً لأهل البدع الذين لا يصومون إلا في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى يروه كل الناس، يرون الهلال كله. هذا من الابتداع في دين الله ومن التنطع والتشدد في دين الله عز وجل. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي اليسر والسماحة، لأنه إذا رآه واحد عدل من المسلمين فإنه يبنى على رؤيته ويصام على رؤيته. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا. هذه العلامة الثانية. علامة الثانية: إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم
بسبب الغيم ليلة الثلاثين من شعبان، بسبب غيم أو قتر غطى الأفق لم يظهر الهلال، فإننا لا نصوم، نكمل شعبان ثلاثين يوما، نكمل شعبان ثلاثين يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد فسرتها الرواية الثانية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، لأن الشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون، فإن رؤي ليلة الثلاثين صار الشهر تسعة وعشرين، وإن لم يرى نرجع إلى الحالة الثانية للشهر وهي إكماله ثلاثين يوما. وهذا شيء واضح ولله الحمد لا لبس فيه، ولا يحتاج إلى تكلف، ما يحتاج إلى تكلف وتشدد في هذا الأمر. فإذا رمضان يجب صومه بإحدى علامتين، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم يرى الهلال. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. والحديث فيه رد على الذين يرون وجوب الصيام بالحساب بناء على الحساب الفلكي، وهي دعوة قائمة اليوم من الجهال ومن المتنطعين، يريدون إلغاء العلامتين اللتين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشككون في رؤية الهلال، ويجلبون بخيلهم ورجلهم، ويعقدون المؤتمرات والندوات، يريدون أن يعمل المسلمون بالحساب. والحساب عمل بشري يخطي ويصيب، وأيضا الحساب لا يعرفه كل أحد، يعرفه إلا بعض الناس، وفي حالة الناس عليه حرج على الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر لنا، قال إن رأيتم الهلال فصوم، وإن لم تروه فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. هذا شيء واضح ما يحتاج إلى تكلف. ففي دعوتهم إلى العمل بالحساب الفلكي مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث واضح، الذي يلغي هذا ويقول لا نعمل بالحساب هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يكلف الأمة حرجا، لأن عمل الحساب يخطي ويصيب، عمل بشري. وأيضا ما كل الناس يعرفون الحساب، ما يعرفه إلا الفلكيون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحالنا على شيء واضح ليس فيه تكلف وليس فيه اختلاف أبدا، فلماذا نضيق على أنفسنا ونلزم الأمة شيئا لم يلزمهم به الله ولا رسوله؟ نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحر، وليس لهم شبهة إلا أنهم يقولون إن اختلاف المسلمين في بداية الصيام وفي نهايته يحدث في المسلمين خللاً. نقول لا، ما يحدث خللاً أبداً. هل المسلمون يصلون في وقت واحد؟ أجيبوا، ما يصلون في وقت واحد نظراً لاختلاف الأقطار واختلاف البلاد، ما يصلون في وقت واحد. فلماذا الصوم نقول صوموا في وقت واحد ونكلفهم شيئاً لم يكلفهم الله جل وعلا به؟ ووحدة المسلمين ما تحصل بالصيام والإفطار، وحدة المسلمين تحصل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، هذا هو الذي يوحد المسلمين، العقيدة الصحيحة وترك العقائد الباطلة. ما فرق المسلمين إلا العقائد الباطلة والنحل الضالة هي التي فرقت المسلمين، ما فرقهم الاختلاف في بداية الصيام والإفطار أبداً، هذا موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر كوني. ما فرق المسلمين إلا
فساد العقيدة والبدع والمحدثات هي التي فرقت المسلمين. فلماذا لا يكون الاجتهاد منصباً على هذا الأمر؟ تعقد الندوات والمؤتمرات لإصلاح العقيدة وبيان التوحيد والنهي عن الشرك لو كانوا صادقين في توحيد المسلمين. نعم. أما أنهم يهتمون بالهلال ورؤية دخول الشهر ويريدون من هذا توحيد المسلمين، هذا لا يوحد المسلمين ولا يمكن أبداً. إنما الذي يوحدهم هو العقيدة الصحيحة وترك النحل الضالة التي فرقت بين المسلمين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أنه لا يجوز الصيام قبل طلوع الفجر، لأنه قال تسحروا، والسحور متى يكون؟ عند طلوع الفجر، وقت السحر، وقت السحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. السحور بضم السين المشددة هو التسحر مصدر، أما السحور بالفتح فإنه الطعام الذي يؤكل، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو فعل التوضؤ مصدر، وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. ومثل الوقود والوقود، الوقود هو الحطب، وأما الوقود فهو اضطرام النار واشتعالها. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. وقودها ما معناه؟ أي حطبها، حطبها. نعم. النار ذات الوقود أي ذات الحطب. فالسحور هو التسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة، يعني في أكلة السحور بركة، لأنها عبادة، لأنك حينما تقوم تتسحر أنت تعبد الله عز وجل، أنت تأكل وتعبد الله عز وجل بذلك، لأنك تقصد بهذا الأكل بداية الصيام، وتقصد به التقوي، تقصد به التقوي على عبادة الله عز وجل. فهذا فيه نهي عن الوصال بين الأيام من غير إفطار، وهذا يأتي إن شاء الله. وفيه نهي عن تقديم أكلة السحور على وقت السحر، كأن يتسحر نصف الليل أو وسط الليل، فهذا مثل اللي تقدم رمضان بيوم أو يومين، زاد على العبادة، زاد على العبادة. وقد يكون له غرض سيء، وهو أنه يريد النوم ولا يريد القيام لصلاة الفجر، كما يعمل كثير من المتساهلين في دينهم، يسهرون فإذا أرادوا النوم تسحروا ولو نصف الليل، لأنهم ما يريدون القيام لصلاة الفجر. هؤلاء خالفوا السنة وضيعوا الواجب وهو القيام لصلاة الفجر. فهذا الحديث فيه فضل أكلة السحور، وفيه أن السحور يؤخر إلى أن يطلع الفجر. قال الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل آخر موعد للأكل والشرب هو تبين الفجر، تبين الفجر. ففيه الحث على تأخير السحور، وفيه النهي أن الإنسان يصوم بدون سحور، يصوم بدون أكلة السحور، لأن هذا يضعفه عن العبادة، ولأنه يخالف السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسحروا، فإذا ترك السحور وقال أنا من بحاجة للسحور، فهذا خالف السنة. يأكل ولو شيئا يسيرا،
ولو جرعة ماء ولو تمرة ولو شيء يسير من أجل العمل بالسنة، من أجل العمل بالسنة. هو لازم يقول أنا ما أشتهي الطعام، ولا نقول كل ولو شيئا يسيرا. إن كان تشتهي الطعام الحمد لله كل حتى تشبع، وإن كنت ما تشتهي الطعام فاعمل بالسنة، كل ولو يسيرا، ولو شربة ماء أو قهوة أو شاي أو أي شيء. أما أنك تبقى بدون تناول شيء، تبقى بدون أن تتناول شيئاً عند السحر، هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم. هذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن زيدا كان يأتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه في الليل وفي النهار، لأنه كان يكتب الوحي. كان زيد بن ثابت كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب له الرسائل ويكتب الوحي رضي الله تعالى عنه، وكان شابا ذكيا، فكان يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يتسحر معه في صيام رمضان، تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه سأل زيدا: كم بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة الفجر؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. وهذا على عادة العرب، أنهم يقدرون المدة بالفعل، يقدرون المدة بالفعل، مثل قولهم: قدر نحر جزور، قدر نحر جزور، قدر قراءة 50 آية، فيقدرون الوقت بالعمل بالفعل. وقراءة 50 آية لا يكون الوقت طويلا بين نهاية السحور وإقامة الصلاة، لا يكون الوقت طويلا، فدل على فضيلة تأخير السحور، بحيث لا يبقى بينه وبين إقامة صلاة الفجر إلا زمنا يسيرا. نعم. وهذا يؤكد ما سبق، قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. فيه أنه لا يكون الفصل طويلا بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة الفجر، بقدر 50 آية، قراءة 50 آية. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. لماذا قال من أهله؟ ليرفع أن يكون احتلاما، أن تكون الجنابة عن احتلام، وتقرر أن الجنابة عن جماع وليس عن احتلام. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أو يستحب له أن يستمر في الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل الغاية لنهاية الجماع ونهاية الأكل والشرب طلوع الفجر. ومن لازم ذلك، إذا جامع عند طلوع الفجر، من لازم ذلك أن يؤخر الاغتسال، ويكون الاغتسال بعد الفجر. فدل على صحة الصيام من الجنب، وأنه لا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة. الصلاة يشترط لها الطهارة، أما الصيام فلا تشترط له
الطهارة بدلالة هذا الحديث، فإن من لازم أن من يجامع إلى أن يطلع الفجر من لازم ذلك أن يلزم ويمسك للصيام ولو لم يغتسل ويؤخر الاغتسال. وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما عند الفجر فإنهما تتسحران أولاً ثم تؤخران الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. من المعلوم أن الأكل والشرب يبطلان الصيام إذا تعمدهما. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام، أي الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى الليل، والليل معناه غروب الشمس كما يأتي، غروب الشمس يعني إلى بداية الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. فإن أكل أو شرب متعمداً بطل صيامه، وإن أكل أو شرب ناسياً لم يبطل صيامه ويستمر على صيامه، والحمد لله لهذا الحديث: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا نسي فأكل أو شرب فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. هذا دلالة المنطوق. ودلالة المفهوم أنه إن تعمد الأكل والشرب بطل صيامه. نعم. صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. نعم. هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، واستنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة. قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وقال: يا رسول الله هلكت، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون المعاصي والمخالفات، يعظمون المعاصي والمخالفات إذا وقعت منهم ولا يتساهلون فيها. يقول: هلكت، وفي رواية: هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ هذا فيه دليل على أن المفتي يستفصل من المستفتي: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت من أهلي وأنا صائم. يعني أنه جامع زوجته، ولكنه
من باب الأدب كنا عن ذلك بالإصابة أو بالوقوع على أهله، ولم يقل جامعت، لأن هذا اللفظ فيه كراهية، فهو عبر عنه بالمعنى. وهكذا في القرآن وفي السنة تعبير عن الأشياء التي يستحيى من ذكرها تعبير عنها بالكناية. قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. هذا فيه دليل على أن الجماع يبطل الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، أقره على ذلك، وأن من جامع أهله متعمدا أو أكل أو شرب متعمدا وهو صائم فقد عصى الله سبحانه وتعالى واستحق العقوبة. فالرجل جاء تائبا ونادما وخائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات ومسائل العلم، يرجع إلى العلماء، ما يرجع إلى المتعالمين أو العوام أو المبتدئين في طلب العلم، بل يرجع إلى أهل العلم والتمكن من الفقه حتى يعرف الحكم الشرعي. لأن بعض الناس الآن يستفتون أي واحد، إمام مسجد أو مؤذن أو ولا، والعلماء موجودون ولا يذهب إليهم، أو يشوف لواحد يقرأ بكتاب، أو يشوف واحد يتكلم ويعظ ويذكر ويظن أنه عالم فيسأله في المسائل الكبيرة العظيمة فيفتيه، على المشكلة أنه يفتيه فيقع في الحرج، قد يكون طلاقاً وقد يكون أشد من ذلك، فيفتي ولا يبالي. لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا أهل العلم، ولا يجوز لمن ليس عنده علم، لا يجوز له أن يفتي، بل حتى من عنده علم لا يفتي وفيه من هو أعلم منه، يحيل الفتوى إلى غيره، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويحولونها إلى الأكابر من أهل العلم. فهذه أمر مسائل خطيرة، ما يجوز للإنسان أنه تساهل فيها، يسأل فيها أي واحد، أو أن المسؤول يبادر بالجواب وهو ما عنده علم ويضيع السائل، هذه أمور خطيرة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قومه لاموه وقالوا: ما لك مخرج ولا لك عذر، ضيقوا عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الفرج ووجد السعة والتيسير، فقال: يا رسول الله هلكت. فيه أن المخطي يعترف بخطئه عند العالم من أجل أن يبين له الحكم. وقعت على أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتقدر أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ما عنده شيء ولا عنده قدرة، ما عنده قدرة على العتق ولا على صيام شهرين ولا عنده استطاعة للإطعام. فجلس عند النبي، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت وتركه وجلس عنده. هذا فيه أن العالم ما يتسرع في الفتوى، ما يتسرع في الفتوى، وإذا أشكلت عليه فإنه ينتظر ويتأمل، ينتظر ويتأمل، ولعل الله أن ييسر الحل، لعل الله أن ييسر الحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم والرجل جلس حتى جاء الفرج من الله عز وجل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو الزنبيل والمكتل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به. هذا دليل على، فيه دليل على أن، على مساعدة، فيه دليل على مساعدة من وجب عليهم، من وجب عليهم كفارة، من وجبت عليهم كفارة وهم لا يستطيعونها، أو وجبت عليهم غرامة وهم لا يستطيعونها، أنهم يساعدون ويعانون
على أداء ما وجب عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني على 60 مسكينا. فالرجل طمع، شوف سبحان الله، جاء خائفا ووجلا، ولما جاء التمر طمع، وذلك لحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الرسول رفق به مع أنه جامع في رمضان، ومع هذا رفق به ولا عنفه، لأنه جاء معترفا تائبا، فلا يجوز أنه يعنف ويزجر. فأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعت هذا الرجل وغيره، كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فطمع الرجل وقال: يا رسول الله، أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، ما بين لابتيها يعني الحرتين الشرقية والغربية، لأن المدينة تقع بين حرتين، والحرة هي الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء، هذه الحرة، الحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، فالمدينة تقع بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وتسميان باللابتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه أطعمه أهلك. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ضحك حتى بدت نواجذه، هذا نهاية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقهقه إذا ضحك أو يرتفع صوته بالضحك، وإنما غالب ضحكه التبسم، فإذا بالغ في ذلك بدت نواجذه وهي أضراسه عليه الصلاة والسلام، هذا نهاية ضحكه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقهقه ويرفع صوته بالضحك كما يفعل السفهاء والناس الذين ليس عندهم آداب. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. من حالة هذا الرجل كيف جاء خائفا مشفقا وفي النهاية طمع، طمع بالتمر، هذا عجب. ضحك صلى الله، وحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: خذه أطعمه أهلك. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الجماع في رمضان مبطل للصيام، مبطل للصيام، وذلك لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دل على أن من جملة ما يتجنبه الصائم في نهار الصيام الجماع، ودل على أن الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفارة، لأن مبطلات الصوم على قسمين: قسم يبطل الصيام ولا يوجب الكفارة مثل الأكل والشرب متعمدا، هذا يبطل الصيام ويلزم بالقضاء ولكن ليس فيه كفارة، والقسم الثاني ما يبطل الصيام ويوجب الكفارة وهو الجماع، يبطل الصيام ويوجب الكفارة، والكفارة دل هذا الحديث على أنها هي كفارة الظهار التي قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، ودل أنها على الترتيب: أولاً الصيام، فمن لم يجد، أولاً العتق، أولاً العتق، فمن لم يجد ويقدر على العتق يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين.
وفيه كما ذكرنا مساعدة المسلم إذا وجب عليه مال، إذا وجب عليه مال ولا يستطيع القيام به فإنه يساعد من المحسنين، ساعد من المحسنين. وفيه كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة حلمه، وفيه الرفق بالمستفتي، فيه الرفق بالمستفتي إذا اعترف بخطأه. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه مع ما جاء به من الخوف ماذا تكون حاله؟ لو أن الرسول وبخه مع أنه جاء خائفاً يرتجف لماذا تكون حاله؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به حتى ذهب ما يجده، حتى ذهب ما يجده من الخوف، فهذا فيه الرفق في المستفتي حتى يطمئن إذا جاء خائفاً وتائباً، فإنه لا ينفر، لا ينفر عن التوبة ويغلظ عليه، إنما التغليظ للذي لم يتب، الذي لم يتب هذا هو الذي يغلظ عليه. أما إنسان اعترف وجاء تائبا فإنه يرفق به ويرغب في التوبة. وفيه أن من عجز عن الكفارة تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع، لم يأمره أن يكفر إذا استطاع. نعم. قال المصنف: الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا شيء معلوم. نعم. باب الصوم في السفر وغيره. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صيام يوم أو يومين قبل رمضان للشك أو الاحتياط، هل هو مكروه أو محرم؟ أولا قبل الإجابة، الإخوان يسألون عن أسئلة كثيرة وربما إن الوقت ما يتسع لها، فلا يحصل الجواب لكل الأسئلة، وربما إن بعض الإخوان يغضب أو يجد في نفسه ويعاتب الذي يقرأ الأسئلة، الذي يقرأ الأسئلة ليس عليه لوم لأنه محدود بوقت ولا يستطيع يقرأ الأسئلة كلها، هذه ناحية. الناحية الثانية، قد يكون بعض الأسئلة ليس له مناسبة، نحن لا نجيب إلا على السؤال الذي في موضوع الدرس، أما الذي يسأل سؤالاً خارجاً عن موضوع الدرس فنحن لا نجيبه، تنبهوا لهذا علشان تروح هذه المشكلة. لو اقتصرت الأسئلة على موضوع الدرس ما حصل إشكال ولا حصل زعل ولا حصل، فنحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي هي في موضوع الدرس. أما الجواب عن السؤال هذا، نعم يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز صوم يوم الشك، لا يجوز صوم يوم الشك إذا كان يوم 30 من شعبان، فإن رؤي الهلال صاموا. عندنا 3 حالات، ليلة 30 من شعبان لنا فيها 3 حالات. الحالة الأولى أن يرى الهلال، فبهذه الحالة يجب الصوم بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. الحالة الثانية أن لا يرى الهلال والسماء صافية، ليس عليها قطر ولا ما يمنع الرؤية، السماء صافية، وفي هذه الحالة لا يجوز الصوم بالإجماع، لا يجوز الصوم بالإجماع. الحالة الثالثة أن لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان ولكن هناك مانع يمنع من الرؤية كالغيم والقطر، هذا حله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال، أنه إذا لم يرى الهلال لمانع منع من الرؤية فإننا في أمر سعة ولله الحمد، لا نضيق على أنفسنا، نبقى على الأصل فلا نصوم. وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا يصام يوم الشك لهذا الحديث، وهو صريح الموضوع. والفريق الثاني من العلماء يقولون يجب صومه احتياطاً، وهو صوم يوم الشك، فيصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطاً، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح لأنه مخالف للدليل. وقد قال عمار بن ياسر
رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه، أو يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يصام يوم الشك، وهو مذهب أحمد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الراجح من قولي العلماء، فلا يصام يوم الشك. وإن كان في المذهب رواية أو روايات أنه يصام فهي مرجوحة. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: من أكل السحور في نصف الليل هل يؤجر؟ لا، خالف السنة ولا يؤجر على ذلك. نعم. يقول السائل: من احتلم في النهار هل يبطل صومه؟ الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الإنسان، ولكن يغتسل من الجنابة وصيامه صحيح لأنه ليس باختياره. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أصوم النوافل ولله الحمد والمنة، ولكن إذا صمت يقول لي والدي لا تصم في الصيف لأنه حر ويسبب العطش، ويقولون إنه يسبب مرض الرئة، وأنا ولله الحمد أتحمل العطش فأقول لهم ذلك ولكن لا يقتنعون، فما الصواب؟ إذا كان الدافع لوالديك نهيك عن الصيام من أجل أن تخدمهم وتقوم بأعمالهم، فلا شك أن خدمتهم والقيام بأعمالهم أفضل من الصيام تطوعا. أما إذا كان ما هو بالحاجة وإنما إشفاق عليك فقط، وأنت تعرف من نفسك الاستطاعة، فإنك تصوم وتقنع والديك بأنك تستطيع الصيام وتريد الخير، وما أظن أنهم سيمنعونك إذا بيّنت لهم هذا، لأن قصدهم الشفقة عليك. فإذا بيّنت لهم أنك تستطيع ولا حرج عليك إنهم سيقتنعون ولا يحرمونك من الأجر. نعم، صلى الله عليك. يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في عدم القدرة على الصيام كقصة هذا الرجل الذي في الحديث؟ الضابط أنه أن الرجل ما يستطيع الصيام لأنه ما يصبر عن زوجته، لأنه قال لما قال تصوم شهرين قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام. إذا كان ما استطاع يصبر في رمضان فإنه لا يصبر في غيرهما. نعم، أو يكون عدم الاستطاعة لضعفه، مرضه، انشغاله بطلب المعيشة، والصيام يؤثر على طلب على اكتسابه للمعيشة له ولأولاده، هذا غير مستطيع، إما لأنه مريض أو لأنه مشغول بطلب الرزق له ولأولاده، هذا ينتقل إلى الإطعة. نعم، فضيلة الشيخ. يقول السائل: علي ثلاث كفارات وليس عندي مال، فكيف أصومها إن جاز ذلك مع العلم أني أعلم أنه سيأتيني مال بعد شهر؟ نعم، يقول: علي ثلاث كفارات، نعم، وليس عندي مال، فكيف أصومها إن جاز ذلك مع العلم أني أعلم أنه سيأتيني مال بعد شهر، فهل أنتظر المال وأكفر أم أصوم؟ ما أدري وش الكفارات هذه، ولا أدري وش المال اللي بيجيك، وش قصدك بالتكفير بالمال، يحتاج إلى تفصيل. إن كان قصدك شراء رقبة، الرقبة ما هي موجودة الآن، حتى لو جاءك مال ما أنت مستطيع العتق لأنه غير موجود، تنتقل إلى الصيام إن كان قصدك صيام شهرين متتابعين. أما إن كان قصدك كفارة يمين ثلاثة أيام فنعم، هذه يكفر بالمال، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. أما إن كانت الكفارة كفارة قتل خطأ، أو كفارة جماع في رمضان، هذه لابد، أو كفارة ظهار، هذه لابد من الترتيب الذي ذكره الله ورسوله، لابد. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك بعض الإخوة يجتمعون ويتفقون على صيام كل يوم اثنين، ويفطرون جميعا في الاستراحة، وكل أسبوع الإفطار على رجل منهم، وهم على ذلك منذ 10 سنين،
فهل فعلهم هذا جائز أم أنه بدعة؟ ويقولون إنهم صائمون على كل حال، ولكنهم يجتمعون سويا للإفطار ولكسب الأجر، وبعضهم يشجع بعض على الصيام. لا، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. هذا يسمونه الصوم الجماعي وقيام الليل الجماعي، هذا ما يجوز، لأن هذا بدعة. كل يصوم ويفطر الواحد، وإذا وافق أنه جاء عنده أخوه أو زميله من غير أو أنه عزمه دعاه ما يخالف. أما ارتباط جماعة يصومون جميع ويفطرون جميع، هذا بدعة في الدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قال الشيخ البسام رحمه الله في شرحه تيسير العلام: الأذان يراد به الإقامة. يقول: الأذان يراد به الإقامة، فهل يقال للعوام كلوا واشربوا حتى وقت الإقامة أم أن فيه لبس؟ لا لا، المراد بالأذان الذي على طلوع الفجر، والإقامة سمى أذان لكنها أذان خاص. إذا أطلق الأذان فالمراد به الأذان الذي على دخول الوقت، والإقامة تسمى أذانا ثاني الأذان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة. لكن إذا أطلق الأذان فالمراد به أذان الوقت وليس الأذان لإقامة الصلاة. نعم. والحكم يتعلق بالأول، الصيام يتعلق بالأول، ودخول الوقت يتعلق بالأول، فلا يجوز أنه يأكل ويشرب إلى أن تقام الصلاة. الحديث الذي مر بكم بين الأذان وإقامة، بين تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة قدر 50 آية، إنهم فرق. الرسول كان يمسك عند طلوع الفجر ويؤخر الإقامة. نعم، حديث واضح في هذا. نعم. وليس مراد الشيخ عبد الله البسام رحمه الله أنه يأكل ويشرب إلى الإقامة، لا أبدا، ما يقول هذا. نعم. أحسن الله إليك. لكن مراده أن الإقامة تسمى أذانا. نعم، تسمى أذانا، ولكن الأذان إذا أطلق هو أذان الوقت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه؟ رزق ساقه الله إليه، معنى أطعمه الله وسقاه، رزقه الله هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو رأى هلال رمضان امرأة واحدة، فهل يصوم الناس برؤيتها؟ اي نعم، يصوم الناس برؤية الواحد ولو أنثى، يصوم الناس برؤية الواحد ولو أنثى. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: لو كان للإنسان عادة نعم. لو كان للإنسان عادة في صيام الاثنين والخميس، نعم، لكنها عادة منقطعة وليست مستمرة، فهل يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ على أنه الاثنين أو الخميس لا بأس، حتى ولو كان ما هو مستمر على صوم الاثنين والخميس، إذا صامه بنية الاثنين أو بنية الخميس لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أجاب شخص دعوة أخيه المسلم وأفطر في صيام النافلة، فهل يكتب له أجر الصيام وأجر لو أجاب الشخص دعوة أخيه المسلم نعم وأفطر عند النافلة، هل يكتب له أجر الصيام وأجر إجابة الدعوة؟ يكتب له أجر إجابة الدعوة، أما الصيام فإنه قطعه ولا يكتب له أجر، ولا يكتب عليه إثم في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا جامع أهله بعد العشاء وأخر الغسل إلى الفجر، هل هذا من السنة لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما؟ نعم، يجوز للجنب أن يبيت وهو جنب، لكن يستحب أنه يتوضأ، يستحب أنه يتوضأ قبل النوم، ولو أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر وبعد الصيام لا بأس. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: تأتينا في رسائل الجوال في نهاية كل آخر سنة، تقول الرسالة: اختم هذا العام بصيام يكتب لك الأجر، وغالبا تكون هذه الرسائل نهاية كل سنة يوم 29، فما حكم هذا؟ هذا باطل،
وبدعة، هذا باطل وبدعة ولا يستمع إليهم، لأن اللي يروجون البدع كثيرون الآن، واستغلوا وسائل الإعلام واستغلوا الجوالات لهذا الأمر، فلا يسمع لهم ولا يطاع لهم، لأن هذه بدعة. العبادات توقيفية لا بد من دليل عليها، ولا ورد أن العام يختم بصيام أو بعمل خاص، ما ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، ما ورد أنهم يخصون نهاية العام بشيء من العبادات ولا التهنئة ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: التبس علي عند قولكم، عند قول زيد رضي الله عنه قدر 50 آية، أن يكون الفاصل قليلاً بين نهاية السحور وإقامة الفجر، فما المراد بإقامة الفجر؟ إيش؟ يقول: التبس علي عند قولكم، عند قول زيد رضي الله عنه قدر 50 آية، أن يكون الفاصل قليلاً بين نهاية السحور وإقامة الفجر، فما المراد بإقامة الصلاة يعني؟ إيه؟ نعم، أكمل. يقول: فما المراد بإقامة الفجر؟ إقامة الصلاة، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ثم تقام الصلاة ويصلي للصحابة، وبينهما مقدار قراءة 50 آية. نعم. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ وهل إذا لم نصم يوما قبله أو بعده نصبح مقلدين متبعين لليهود؟ نعم. يقول: هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ وهل إذا لم نصم يوما قبله أو بعده نصبح متبعين لليهود؟ لا، إذا كان قصده متابعة اليهود فهو هذا ما يجوز، أما إذا كان قصده العبادة والطاعة فيجوز أنه يقتصر على عاشوراء فقط، وإن زاد يوما قبله هذا أفضل، أفضل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم صوم من يصوم تطوع في يوم منهي عنه كصيام يوم عاشوراء في يوم السبت؟ ما في مانع صوم يوم السبت، والحديث الذي ورد في النهي عن صومه حديث لا يحتج به، فلا مانع من إفراد يوم السبت الصيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ثبت عنكم فتوى بأن الشخص إذا سلم على قارئ القرآن فإنه لا يرد عليه السلام، وكيف نوفق بينه وبين أن رد السلام واجب وقراءة القرآن سنة؟ إذا سلم على من يقرأ القرآن فالذي يقرأ بالخيار، إن شاء قطع القراءة ورد عليه، وإن شاء استمر في القراءة، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة وهي تلاوة القرآن، وفي هذه الحالة لا يكون الرد واجباً لأنه مشغول بالقراءة، إنما يكون مخيراً بأنه يرد أو أنه يستمر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الحكم إذا رأى الهلال شخص ولكنه لم يتمكن من إبلاغ نعم. يقول: ما الحكم إذا رأى الهلال شخص ولكنه لم يتمكن من إبلاغ الجهات المختصة بذلك، ولم يصم الناس، ثم علم الناس أن اليوم الذي أفطروه من رمضان، فما العمل؟ إذا لم يعلم الناس إلا بعد طلوع الفجر برؤية الهلال فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان، لأنهم لم يصوموه كاملا، والذي رأى الهلال لا يصوم إلا مع الناس، ما ينفرد مع وينفرد يصوم وحده، لا، يصوم مع الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، هذا فيه نهي عن الشذوذ والانفراد عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل أول ما يؤذن المؤذن يمسك الإنسان عن الأكل، وإذا كان بفمه شيء من الطعام هل يلفظه أم ماذا يفعل به؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإن الإمساك يبدأ من بداية الأذان، يبدأ من بداية الأذان، أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر
فإنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا عين ولي الأمر أشخاصا معينين للفتوى وخاصة في الأمور المصيرية للأمة، فهل يأثم من كتم علما لأنه مكفي بالفتوى، أم يقول إذا كان عالما هذا الذي اتضح لي في هذا الأمر؟ أما الفتاوى الفردية الذي عنده علم يفتي فيها في مسائل الصلاة والصيام الفتاوى الفردية، أما الفتاوى التي العامة التي تعم الناس هذه لا يفتي فيها إلا أهل الفتوى الذين أسند إليهم هذا الأمر، ولا تكون الأمور فوضى، كل يفتي في الأمور العامة والأمور المهمة، هذا يوجب خلط ويوجب خلطا ويوجب اضطرابا واختلافا، ولا تنضبط الأمور مع هذا العمل. وما دام أنه ما أسند إليك هذا الشيء أنت في عافية، الحمد لله ما أسند إليك هذا الشيء، ولا تفتي وتخالف الجهة المسؤولة عن الفتوى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: وهذا يعتبر من الافتيات، إذا أفتى وهو ما وكل إليه الإفتاء في أمور الناس العامة هذا افتيات على ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: مقدار الخمسين آية هل هي من سورة البقرة؟ يا أخي، خمسين آية وخلاص، الآيات معروفة، وش هالتكلف هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من احتلم، نعم، يقول السائل: من احتلم ونزل منه المني ثم اكتفى بالوضوء وغسل ملابسه وكان في البر وهناك برد ثم اغتسل حين رجع من البر، فماذا يفعل في الصلوات التي مرت عليه وهو لا يعرف عددها؟ إذا كان أنه يقدر على الاغتسال بالماء البارد أو يسخنه، عنده وسائل تسخين من حطب أو غاز، يجب عليه أنه يسخن الماء ويغتسل، ولا يجوز له يتيمم، ما يجوز له يتيمم وهو يقدر على الاغتسال. أما إذا كان ما عنده وسائل تسخين والماء بارد ويخاف على نفسه لا بأس أنه يتيمم ويصلي صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما تقولون في السجود على النظارة؟ نعم. يقول السائل: ما تقولون في السجود على النظارة؟ وهل يشترط الاعتماد على الجبهة والأنف أم يكتفى بملامستهما للأرض؟ يباشر المصلى بجبهته وأنفه ويزيل ما يحول بينه وبين المصلى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في تكبيرات الانتقال في الصلاة، وما حكم لو تركها متعمدا؟ انتقالات في الصلاة تكبيرات واجبة من واجبات الصلاة، تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا يسجد للسهو، إلا إن كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل سهوه، أما إذا كان أنه منفرد أو أنه دخل مع الإمام في بعض الصلاة وترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال ناسيا، فعليه إذا أكمل صلاته بعد الإمام أن يسجد للسهو قبل السلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل على المأموم قول سمع الله لمن حمده؟ هل إيش؟ هل على المأموم قول سمع الله لمن حمده؟ لا، المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، والإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من جامع في يومين هل تتكرر عليه الكفارة أم لا؟ نعم، إذا جامع في يومين من رمضان تتكرر عليه الكفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول ويلاحظ أثر ذلك؟ كيف؟ يقول: ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول
ويلاحظ أثر ذلك في ملابسه بعد الصلاة. معذور، اللي فيه سلس بول ولا يمسك البول يتوضأ عند الصلاة، ما يقدم الوضوء، وإنما يتوضأ إذا أراد أن يصلي، ويصلي في الحال، ولو خرج منه بول فصلاته صحيحة، ولو صار على ملابسه أو بدنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.